ومن سوهاج تعالوا نروح دلوقتي لشرم الشيخ تحديدا، لان هناك زميلنا محمود جميل اللي بيرصد لنا يعني ابرز الاستعدادات اللي بتتم لاستضافه قمه المناخ كوب 27. صباح الخير يا محمود. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا جمانة، بصبح عليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. محطة جديدة من محطات المشروعات اللي بتتم على أرض مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ كوب 27. ويمكن حابب أن أنا أقول لكم أن احنا كل يوم الحمد لله بيبقى فيه جديد، كل يوم بيمر ده بيكون بإنجاز جديد في تنفيذ في نسب معدلات التنفيذ في المشروعات المختلفة. كل يوم بيتم الانتهاء من نسب متزايدة في المشروعات اللي بتتم. احنا النهاردة معاكم من مشروع يعد هو الأهم في المشروعات اللي بتتم على أرض مدينة شرم الشيخ، لأن دي الخطوة ودي البداية لأن مدينة شرم الشيخ تكون مدينة صديقة للبيئة ومدينة خضراء. المشروع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية. طبعا كلنا عارفين أنه بيتم الاستعداد لاستقبال قمة المناخ بعدد من الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي. فبالتالي هناك تحول لأن تكون المواصلات، وسائل المواصلات المختلفة، وسائل مواصلات تعتمد على الطاقة النظيفة. المحطة اللي احنا موجودين فيها دي هي المحطة الأكبر في الشرق الأوسط والأولى من نوعها في إفريقيا، وكمان الأضخم في الوطن العربي. مساحة المحطة هنا حوالي 55 ألف متر مربع، فيها 70 شاحن بيتم شحن الأتوبيسات الكهربائية. الشاحن الواحد يستطيع أنه هو يشحن أتوبيسين في نفس ذات الوقت، وكمان هنا المحطة بتسع ما يقرب من 140 أتوبيس. ما يميز هذا الشحن أن أنت ممكن بتستخدم شحن السيارات الكهربائية عن طريق الفيزا، الدفع الإلكتروني، فبالتالي بتقدر أن أنت يتم شحن الأتوبيسات اللي موجودة. كمان المحطة هنا بتتيح موجود فيها غرفة تحكم مركزية وغرفة تحكم رئيسية بتتابع مسار الأتوبيسات من أول ما بتدخل هنا المحطة لحد ما بتخرج تاني، وتسير في المسارات المخصصة لها في مدينة شرم الشيخ وفي الأماكن المحيطة بقاعة المؤتمرات. أيضا المحطة هنا فيها عدد من الخدمات الأخرى كالصيانة ومتابعة كل الأتوبيسات اللي بتتم. أيضا كمان يعني المحطة هنا يعتبر بتعتمد على نوع من الطاقة النظيفة، وزي ما قلنا بتحمل ما يقرب من 140 أتوبيس يتم استخدامهم في الطاقة الكهربائية النظيفة. هنا كمان المحطة هيكون في متاح، يعني كما صرح وزير النقل قبل كده، أن المحطة هيكون في كمان عدد من الأتوبيسات هيتم التعاقد عليها من قبل وزارة النقل. هذه الأتوبيسات هتتواجد مع قرب انعقاد المؤتمر، وتم كمان التنسيق مع المحافظة بأنه هيكون في أماكن للإعاشة والإقامة لهؤلاء السائقين، سائقي الحافلات الكهربائية اللي هتكون موجودة. وكمان تم تعميم فكرة الهوية البصرية على كل الحافلات اللي هتكون موجودة لتخدم هذا المشروع في مدينة شرم الشيخ. عايز أقول لك كمان أن هنا حجم العمالة كبير جدا، إحنا بمجرد ما دخلنا هنا المشروع شفنا يعني عدد كبير من العمال، كل واحد بيشتغل في مكانه علشان طبعا يتم الانتهاء في أسرع وقت. المحطة هنا هيتم تسليمها وهيتم الانتهاء من كل الأعمال التنفيذية اللي بتتم فيها قبل يوم 15 أكتوبر، فبالتالي كل العمال هنا، العمالة هنا مصرية 100%، كل اللي شغالين هنا مصريين. المواد الخام كمان اللي بيتم استخدامها في المشروع هنا مواد خام بنسبة من 80% ل 85%، فبالتالي في اعتماد كبير على مسألة الأتوبيسات الكهربائية ووسائل النقل الذكية. كمان هيكون في بعض الشواحن أو بعض محطات الشحن اللي هتكون متنقلة أو هتكون موجودة في الأماكن القريبة من إقامة المؤتمر، سواء بنتكلم عن قاعة المؤتمرات أو في المنطقتين الخضراء والزرقاء أو حتى في الشوارع أو الفنادق اللي هتكون موجودة وفيها الوفود اللي هيكونوا مشاركين في المؤتمر. وده كان يعني توجه مهم جدا وتنسيق بيتم ما بين محافظة جنوب سيناء والفنادق اللي موجودة. يعني أكتر من 50% دلوقتي من الفنادق حصلوا على النجمة الخضراء،
بعض الفنادق دي طبعا هيكون متواجد بها بعض المحطات اللي هيتم فيها شحن السيارات او شحن الاتوبيسات الكهربائيه، فبالتالي ده هيكون طبعا بداية قوية جدا لأن تصبح مدينة شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة. كمان وزارة النقل هيتم التنسيق مع وزارة الاتصالات بأنه يكون طبعا في أبليكيشن موجود على الموبايل يقدر أي حد أنه هو يستخدمه في خلال استخدامه لوسائل المواصلات الذكية. أخيرا من خلال الجولات التفقدية اللي بتقوم بها الجهات المعنية كان في جولة تفقدية لوزير المالية دكتور محمد معيط لقاعة المؤتمرات والمنطقتين الخضراء والزرقاء، وأعلن أن يوم 9 نوفمبر هيكون يوم التمويل، وده هيتم الاجتماع خلاله مع وزراء المالية من مختلف الدول اللي هيكونوا حاضرين طبعا للقمة ورؤساء المؤسسات المالية المعنيين بقضية تمويل المناخ، علشان طبعا يبحثوا قضايا تمويل المناخ في كل الدول وتحديات المناخ، وان الدول المدن الافريقية في الدول تكون طبعا مدينة خضراء، وستحذو طبعا على حذو مدينة شرم الشيخ اللي هتكون واصبحت مدينة خضراء صديقة للبيئة. دي كانت صورة النهاردة من مشروع أحد المشروعات الهامة في محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، وهنتابع معاكم بالتأكيد كل ما هو جديد على أرض مدينة شرم الشيخ. ومن المدينة الخضراء برجع لكم في الاستوديو مرة تانية أحمد وجومان. يعني بنشكرك محمود جميل، كالعادة مميز ودايما بتنقل لنا يعني كل ما هو جديد، ويبدو كده أن مدينة شرم الشيخ أصبحت مختلفة تماما عن آخر زيارة أنا كنت موجود فيها يمكن في شهر 11 اللي فات.